السلام عليكم، معاكم دكتور الصيدلية محمود قريطم. كل سنة حضرتك طيبين بمناسبة دخول المدارس. طلاب بصفة عامة بيشتكوا من ضعف التركيز، وخصوصا طلاب الثانوية العامة. طلاب الثانوية العامة بيضطروا يذاكروا ساعات طويلة عشان يستوعبوا المواد اللي بيدرسوها، ويبقى عندهم إرهاق وضعف عام وتوتر وإجهاد. طب يتغلبوا على الإجهاد إزاي ويقدروا إن هم يحصلوا المواد ومذاكرة المواد في عدد ساعات قليل؟ احنا لازم ناخد مكملات غذائية طبيعية، وطبعا المكملات دي بتنفع لأي شخص عنده إجهاد أو توتر. لو شخص بيشتغل لساعات طويلة ومتوتر وجسمه تعبان وعنده إرهاق، ممكن يستعمل المكملات دي. عشان كده النهاردة جبنا لكم منتج كوين 2500. المميز في المنتج ده ان بيحتوي على غذاء ملكات النحل الرويال جيلي بتركيز 1000 ميلي جرام، وده غذاء الشغالات النحل بينتجوه للملكة عشان تتغذى. غذاء ملكات النحل بيساعد على تقوية القوة الجسمانية للشخص والطالب المصاب بالإجهاد والتوتر، وكمان بيساعد على التغلب على الإرهاق والضعف العام ليه. تاني مادة فيه هو خلاص الجينسنج الكوري، ودي موجودة بتركيز 900 ميلي جرام. طب الجينسنج هنا بيزود القدرة الذهنية وبيزود الاستيعاب وبيزود التركيز، كمان بيتغلب على الإرهاق والضعف العام، وبيزود القوة والقدرة الجسمانية للطالب وللشخص المصاب بالإجهاد. ثالث مادة موجودة فيه هو زجاج القمح، ودي موجودة بتركيز 600 ميلي جرام، ودي مادة غنية جدا بفيتامين ه، تعتبر مضاد قوي للأكسدة وبتقوي جهاز المناعة. فعشان كده احنا عندنا ثلاث مواد: غذاء ملكات النحل، الجينسنج الكوري، زجاجين القمح. يبقى كده هنزود القدرة الجسمانية للطالب، وهنزود القدرة الذهنية للطالب والاستيعاب، وهنقوي جهاز المناعة، وفي نفس الوقت هنديله مواد مضادة للأكسدة قوية. طب استعمله ازاي يا دكتور؟ بستعمله كبسولة واحدة في اليوم بعد الفطار. طيب المدة اللي استعملها عليه، ممكن اقعد استعمل مثلا مدة شهرين 3 شهور بأمان وفعاليا. بس حابب نقطة اوضحها، ان مرضى القلب ومرضى الضغط ومرضى السيولة المصابين بالإجهاد بلاش يستعملوا المنتج ده، عشان فيه جينسنج اللي ممكن يرفع الضغط شوية. كمان لو بتشرب شاي كتير بلاش مع المنتج ده تشرب شاي كتير، خلاص هو المنتج ده هيعوضك باللي انت محتاجه، مش محتاج تشرب شاي عشان تصحصح وتنتبه. خلاص لو كوبايه شاي في اليوم كافيه خالص، او كوبايتين شاي في اليوم كافيين خالص يعني في اليوم. المنتج ده متميز وفعال وملوش اي اعراض جانبيه للشخص العادي، وهيساعدك في المذاكره، وهيساعدك لو انت بتشتغل ان انت تتغلب على الارهاق والاجهاد اللي بيحصل لك، ويزود الاستيعاب والتركيز عندك لو انت بتذاكر. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.